صفقة مرنة تشمل المرضى والقدامى والأمنين، مباحثات تجرى خلف الكواليس هدفها إعادة المزيد من المحتجزين لدى حماس في إطار المفاوضات مع الحركة بوساطة مصرية وقطرية مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار. الاقتراح الذي كشفت عنه القناة الثانية عشر الإسرائيلية يتضمن أن تكون الفئة المنوي الإفراج عنها موسعة ومرنة، وستشمل أيضا بالإضافة إلى النساء والأطفال المرضى والجرحى من المحتجزين الذين يحتاجون إلى علاج طبي وكبار السن الذين يحتاجون إلى الدواء. ومقابل إطلاق سراحهم ستسمح إسرائيل بأيام وقف إطلاق نار إضافية رهنا بعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، كما ستطلق إسرائيل لأول مرة أسرى فلسطينيين أمنيين بما في ذلك المرضى والقدامى. مسؤول عسكري إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات أكد وجود الفكرة، لكنه أوضح أن القضية لم تطرح فعليا على طاولة المفاوضات بعد. ورغم أن رئيس الموساد أعاد فريقه إلى إسرائيل من قطر إلا أن قنوات الاتصال بين إسرائيل والوسطاء لا تزال موجودة وإن كانت بكثافة منخفضة. وبحسب تقرير التلفزيون الإسرائيلي يتم تبادل المحادثات والرسائل بشكل مستمر بين الطرفين. المساعي الهادفة للإفراج عن المحتجزين في القطاع شملت أيضا الولايات المتحدة. مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد إجراء مباحثات مكثفة مع أطراف عدة من إسرائيل ومصر وقطر مطلع الأسبوع، مشيرا إلى مواصلة واشنطن ممارسة الضغط على حماس من أجل الإفراج عن المحتجزين لديها في غزة. لقد أجرينا عدة جولات مكثفة من المكالمات الهاتفية مطلع الأسبوع مع عدة أطراف من إسرائيل ومصر وقطر حول التطورات في غزة. نستمر في ممارسة الضغط على حماس من أجل إيجاد حل لإطلاق سراح المحتجزين. وتخرج هذه المعطيات مع تواصل احتجاج ذوي المحتجزين الإسرائيليين في القطاع من مدنيين وعسكريين لمطالبة الحكومة بوقف إطلاق النار لإطلاق سراح أقاربهم، في حين تؤكد الحكومة أنها ستحقق هذا الهدف من خلال استمرار الحرب في القطاع، لتبقى الأيام المقبلة عنوانها الأبرز مصير المحتجزين العسكريين الإسرائيليين في قطاع غزة.